خلونا بس نشوف الأجندة، نشوف راح نتكلم عنه. راح نتكلم عن اللي هو الـ definition of health، طبعا السلايدات للناس اللي ما يعرفون يعني إنجليزي يعني 100%، سلايدات مترجمة في العربي في الإنجليزي، وإذا في أي كلمة يعني مو مفهومة أو في شيء مو مفهوم أسألوني. المادة العلمية راح أتركها مع الزملاء المنسقين وراح تحصلون عليها بإذن الله، وكمان راح أترك لكم في نهاية المحاضرة إيميلي في حال إذا احتجتوا أي شيء، يعني إذا في أي أحد قاعد يحضر بحث أو حاب يسأل في الصحة العامة أو عنده أي تساؤل في الصحة العامة في التخصصات اللي أنا يعني أعرفها، يعني إن شاء الله إني راح أكون له عون بعد الله سبحانه وتعالى. يعني علاقتنا ما راح تنتهي فقط بس مجرد هذه المحاضرة، أنا أحب إني دائما أكسب الناس يعني، وأكون يعني سبب بعد الله سبحانه وتعالى في إني أنا أقدم له معلومة بسيطة حتى خارج خارج يعني نطاق المحاضرة بالشيء اللي أنا أقدر يعني عليه. فحنتكلم عن الـ health definition، راح نتكلم عن الـ health module، راح نتكلم عن إيش الصحة العامة what is public health، راح نتكلم عن الـ public health approach، راح نتكلم عن الـ core activities of public health، راح نتكلم عن الـ public health achievements والـ importance، وراح نتكلم عن الـ public health journey. راح أتكلم شوية، راح تتكلمون أنتوا أكثر مني، فخلونا نبدأ. طبعا جرت العادة بداية كل محاضرة أقدمها، بما اني انا لايف كوتش ومدرب معتمد في تطوير الذات، فلي في تحليل الشخصيه. طبعا هذا تحليل الشخصيه دائما دائما ابدا فيه اي محاضره اقدمها، فهو طبعا من وحي الصحه العامه. خلينا نشوف التحليل هذا وركزوا معايا. اول حاجه، في احد do you have any one non Arabic speaker among us؟ اتوقع الاغلبيه لغه عربيه صح؟ تحبون نتكلم باللغه العربيه يا جماعه؟ يناسبكم العربي؟ تمام. طيب خلونا نبدأ ونركز في هذا التمرين. هذا التمرين عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن يعني الاختيارات اللي انتوا راح تختارونها، راح أقول لكم السيناريو اللي انتوا قاعدين تشوفونه، وبناء على الاختيار الاختيار اللي انتوا راح تختارونه هذا راح يكشف لكم شوية من تفاصيل شخصيتكم، سواء أنتم تعرفونه أو ما تعرفونه. بما أن احنا في الصحة العامة ونتكلم عن الصحة العامة، فالتمرين هذا أصلاً يعني من وحي الصحة العامة. طيب فركزوا معايا. خلينا نقول إنه مثلاً أنت أو أنتي جالسين في قاعة انتظار محطة باص، مطار، في أي مكان فيه أربعة أشخاص، ولكن هم أربعة، هم خمسة، وراح أقول لكم الخامس وين. فهذا الشخص جالس في أمان الله، وجو هذول الأشخاص اللي هم أربعة والخامس راح أقوله بعدين، حابين ياخذون الكرسي أو يستأذنونك في الكرسي اللي أنت جالس عليه، وأنت عندك خيار إنك تعطي الكرسي أي واحد فيهم. الخيار الأول اللي هو A، امرأة حامل ومعها طفل رضيع. طيب الخيار الثاني امرأة كبيرة في العمر زي ما احنا شايفين انها زعلانة من وجهها. طيب الخيار سي تقريبا واحد يعني عنده كسر في رجله او يعني عنده صعوبة في الحركة والتنقل. الخيار دي كلنا في قرار الله، بس شخص يعني هومليس أو يعني محتاج أو. والخيار الثاني اللي هو F أو E، إنك ما تعطي الكرسي لأي شخص من هذه الأشخاص. فأنت عندك خيار ولا حد يستعجل. أنا ماني قاعدة أشوف الكومنتس، طيب ماني قاعدة أشوف الكومنتس. طيب الصوت كيف؟ تمام رجع صح؟ تسمعوني؟ أوكي. طب سمعتوا الاكسرسايز، سمعتوا التمرين؟ تمام سمعتوا التمرين ولا أعيد؟
طيب لا تستعجلون، على طول اختار سي، لا تستعجلون. طيب عندك الخيار تعطي مقعدك أو مكانك الـ A B C D ولا E E اللي هو ما تعطي لأي أحد وتجلس إلى ما شاء الله. أوكي صالح يقول ما راح أعطي مكاني لأحد، رنا تقول كبير السن، أشواق A، آيفون بي، فرح تقول بي، زهرة بي، اوكي دي رجلي مكسور لأول مرة من يعني، وأنا دائما أعرض هذا التمرين في فروقات يعني كبيرة، أغلبية اللي يعني مر عليهم هذا التمرين خياراتهم تكون محدودة بين خيارين، وراح أقول لكم بس تخلصوا. طبعا نتيجة هذا التحليل أو هذا التمرين راح أرسلها لكم إن شاء الله، أو أتركها مع المادة العلمية بإذن الله على جوجل درايف، راح يكون الرابط متوفر عند الزملاء وراح يرسلونه لكم. المرأة العجوز في واحد فقط قال ما يعطي مكانه، في ناس قبلكم قالوا الكرسي اللي هنا، شايفين اللي هنا؟ يقولون في كرسي هنا، ليش ما يجلسون عليه؟ في بعضكم خرج الصندوق. مروة يعني انت يعني بالأول بالأخير راح تعطينا الكرسي لل A. فاطمة تقول للمرأة الكبيرة، دائما كانت أغلب الاختيارات كانت تقع بين A صراحة وبين B، وقليل نادر نادر اللي يختار اي صراحة، يعني الآن شفت في الخيارات فقط واحد، الأغلبية دائما يا اي يا سي. خلاص كذا ننتهي من التمرين، وزي ما قلت لكم هذا التمرين يعني يعكس شوية جزء من شخصياتكم، يعني فعلا أنا حتى لما سويت هذا الاختيار حتى لنفسي أنا يعني جد لقيت في جزء كبير من الصحة. فبالنسبة للحل وتفاصيله راح أتركها زي ما قلت لكم مرة ثانية مع المادة العلمية وراح تكون عند الزملاء. خلونا نبتدي محاضرتنا سريعا، عشان أصلا الوقت لحد 8:30، وأنا حابة أني أغطي أكثر جزء يعني أقدر عليه. خلاص ننتهي من التمرين. أنا بالنسبة لي صراحة اخترت سي، أنا شخصيا اخترت سي، أنا من الناس اللي اختاروا سي، ما اخترت اي ولا اخترت بي ولا اخترت دي ولا اخترت اي، أنا شخصيا اخترت سي قبل ما أعرف تفاصيل التمرين. تمام كذا، يلا خلونا نروح محاضرتنا. بداية وبليز يعني لو سمحتوا لا حد يدخل جوجل، حابين ان احنا كنا نسولف ندردش نعرف معلومات بعض، تمام؟ فخلينا نعرف، لو سألتكم انا الصحة ايش تعني لكم، او ايش تعرف الصحة من وجهة نظركم، لو كلمة، بلاش نروح لجوجل. حياة، لايف ستايل، صحيح جميل. الصحة كنز أكيد، نظام حياة صحية تاج الحياة. كم في أحد في الصحة العامة، الجسم السليم والعقل السليم، جميل، سلامة الجسم، كل اللي قاعد تقولونه ترى صحيح، جزء من التعريف الحقيقي يعني الفعلي، ولكن كله صحيح. استمرار بالسعادة جاسم، يعني تعريف عميق صحيح. تاج الحياة صح. العافية، الله يديم علينا العافية جميعا يا رب. الوعي فعلا ملاك. الصحة الكمال والعافية صحيح. ألا تقول كذا، الصحة النفسية تعتبر الصحة. طيب يا آيفون، هي بس فقط الصحة النفسية ولا في صحة ثانية؟ فعلا الصحة كنز لا يقدر بثمن. جودة الحياة جميل دكتورة فاطمة، فعلا. الوقاية، آيفون ماني عارفة ليش الاسم، الوقاية كأنك رحت على طول دايركت للصحة العامة تعريفها. الصحة الجسدية هي الصحة نفسية وعقلية. طب هي نفسية يا
من اللي قال الصحة النفسية؟ طيب هل هي عقلية؟ هل هي نفسية؟ هل هي اجتماعية؟ هل هي واحدة من الاثنين؟ هل هي ثلاثة أبعاد؟ هل فقط إذا أنا مثلا جسمي سليم وعقلي سليم معناتها أنا أموري تمام؟ أو معناتها إذا أنا ما عندي يعني إعاقة أو قادرة إني مثلا يعني أمارس حياتي، يعني عندي اكتمال في الوظائف الصحية، أروح أجي أمشي، معناته إن أنا عندي صحة ولا إيش؟ جودة الحياة، الصحة نعم الحمد لله يا رب، استقرار صحي ونفسي فعلا، الخلو من الأمراض صح. نايف قال جزء من التعريف. الوقاية خير من العلاج فعلا، وهذا برضو يعكس من أبعاد الصحة العامة. كنز من كنوز الحياة صح يا زوم يوزر. الروح والجسد، ما فهمت يا طارق، الروح والجسد هي حالة من اكتمال. أسيل شكرا، جبت التعريف. طيب يا أسيل بالمرة بأي سنة قالوا هذا التعريف؟ ومين مصدر تعريفك، مصدره إيش؟ لأنه تعريفك صحيح فعلا اللي قلتي، ما في ورقة علمية، ما في مؤتمر، ما في ندوة، ما في ملتقى تكلمون فيه عن الصحة، تعريف الصحة اللي يقولون هذا التعريف اللي راح أتكلم عنه. بس أسين ما شاء الله سبقتنا في التعريف، سلامة الجسم والعقل فعلا. طب سلامة الجسم والعقل، طيب وين الصحة الاجتماعية في الموضوع؟ كل الكلام اللي قاعدين تقولونه صحيح، ما أنا قادرة يعني، ما شاء الله عليكم يعني، الله يعطيكم العافية. علم وفن تعزيز الصحة العقلية والجسدية استدامتها، صحيح عبد العزيز، أحسنت. سلامة الجسم والعقل، الصحة العامة. أي أنا أتكلم عن الصحة، لساتنا ما دخلنا في الصحة العامة، الصحة العامة بنعرفها بإذن الله يعني بعد كم سلايد، بس الآن أنا أتكلم عن الصحة بصفة عامة، الصحة، تعريف الصحة. كل الكلام اللي قلته صحيح، هو حالة من الاكتمال، فلا كلامك صح، الصحة نعمة واكتمال، اكتمال الصحة. أعتقد أنه من الـ WHO فعلا يا أسيل صح تعريفها، عام 1948 بنتكلم عنها بعد شوي، عمود الحياة فعلا صحيح. في ارتباط على فكرة يا جماعة بين الصحة النفسية والصحة الاجتماعية والصحة الجسدية، في ارتباط كبير بينهم، هذه مرتبطة بهذه وهذه مرتبطة بهذه، وهذه تعطي هذه وهذه تأثر على هذه، إيجاب سلب، طردي عكسي، فهمت قصدي؟ أيوة، تقصدين مفهوم منظمة الصحة العالمية؟ أيوة، راح نتكلم عن التعريف، بس أنا قاعدة بس أسألكم للي بس ما سمع، أنتم كأشخاص في مجال عملكم أو حتى في حياتكم، تعريف الصحة من وجهة نظركم إيش؟ الصحة مش الصحة العامة، هل يشترط أن يكون الإنسان خالي من الأمراض؟ هل يشترط يكون الإنسان خالي من الأمراض لكي يصل لاستقرار نفسي؟ ممكن الإنسان يوصل للاستقرار النفسي حتى لو كانت عنده أمراض جسدية، وهذا الموضوع يبغى له شرح ويبغى له جلسة يا اللي سألني هذا السؤال. في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني عندهم مثلا أمراض مزمنة أو عندهم أمراض يعني من أي نوع، ومع ذلك يعني عندهم استقرار وعندهم قبول وعندهم تقبل وعندهم عزيمة. وفي ناس لا، مجرد أنه صار لهم مرض مثلا معين هذا أثر على استقرارهم النفسي، يعني كانوا في مشكلة يعني مشكلة صحة جسدية أصبحوا عكست على الصحة النفسية وأيضا عكست على الصحة الاجتماعية. تمام صحيح، صحيح كلامك يا انتصار صح، ما أدري إذا أنا نطقت الاسم صح ولا لا. طيب كل الكلام اللي قلتوه صحيح، ممكن أسيل الله يسعدها والجميع، شكرا على إجاباتكم، سبقت في التعريف، هو عبارة عن حالة من اكتمال الجانب الجسدي العقلي والاجتماعي، وليس مجرد عدم وجود مرض أو عجز. طيب هذا تعريف من منظمة الصحة العالمية. طبعا أنا من يعني من خبرتي في الأبحاث، تعريف التعريف هذا تعريف الصحة. طيب حتى الصحة الجسدية لها تعريف، واللي يسمونها physical health definition لها تعريف، المينتال هيلث لها تعريف، الاجتماعي لكم أن تتخيلوا. يعني أنا من الناس اللي يعني اشتغلت ودورت في مصادر كثيرة، يعني في فترة يعني معينة
عشان نعرف الصحة الاجتماعية. الصحة الاجتماعية يعني من أصعب يعني ما لقينا لها تعريف، يعني تعريف يعني صريح. طيب، لأنها تعتمد على كثير كثير عوامل. يعني من المصادر اللي احنا طلعنا تعريف، يعني أنا أتكلم الآن كل واحدة لحالها، كل واحدة لحالها، يعني الفيزيكال هيلث ديفينيشن والمنتال هيلث ديفينيشن هذه لها تعريف يعني موجود. الصحة الاجتماعية ما لها تعريف محدد، لأنها عبارة عن عوامل داخلة في بعضها. وفي من يعني في مصادر، في أبحاث تأكد أنه سلامة الصحة الجسدية تأثر على سلامة الصحة العقلية والعكس صحيح. في مصادر أيضا تقول أن سلامة الجانب الجسدي أو اللي هو الفيزيكال هيلث يأثر على اللي هو السوشيال هيلث، وكلها مرتبطة يعني مع بعض. يعني مو مجرد أن الشخص ما عنده مرض أو ما عنده عجز أو ما عنده مثلا إعاقة أو شيء أنه معناته أنه إنسان يعني صحي، أو إنسان يعني يعتبر عنده اكتمال في الصحة. لازم يكون عنده اكتمال في الجانب الجسدي والعقلي والاجتماعي. صح صحيح، هذا كل الكلام اللي تقولونه صحيح. يعني حتى البحث، أنا اشتغلت على بحث تكلمنا فيه عن الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية، وفعلا سوينا عينة على يعني على السيدات يعني في منطقة الرياض، يمكن تقريبا 900 سيدة، ولقينا فعلا إنه في علاقة طردية، أو يسمونها علاقة، يمكن الناس اللي مختصة في الأبحاث تفهم الكلام اللي بقوله، اللي هو causations. في علاقة significant، في علاقة طردية ما بين الصحة العقلية والجسدية والاجتماعية. يعني هذه بناء على دراسة أنا يعني اشتغلت عليها يعني فعلا. بالإضافة إلى المصادر اللي طبعا أكيد الناس يعني اللي سبقوا وسووا هذه الأبحاث نفس الشيء، يعني أكدوا على هذا الشيء. وهذا طبعا يعني هذا طبعا شيء منطقي، لكن في ناس ما شاء الله تبارك الله، حتى لو كان يعني واحدة من أبعاد الصحة، أو واحدة من تعريف الصحة أو جوانب الصحة، زي واحد ما أدري يعني واحد من الأخوان أو الأخوات سأل سؤال مرة جميل، هل الاتزان النفسي، ما أدري إذا ذكرني بالسؤال بس أعجبني السؤال. ففي ناس عندهم قدرة أنهم يكون عندهم مثلا أمراض أو حتى أورام أو ومع ذلك يكون عندهم اتزان نفسي، وفي ناس لا، ممكن يكون عندهم مرض بسيط ويأثر ويسبب لهم يعني خلل في الجانب الثاني سواء كان نفسي أو اجتماعي. صحيح، والدليل على كذا إنه في ناس يعني من الناس اللي صار عندهم مثلا، اللي الله يشفي الجميع يا رب، يعني اللي عنده مثلا أورام أو سرطان، قدروا أنهم بعد الله سبحانه وتعالى أنهم يتماثلون للشفاء. أنتم ما تتخيلون تعزيز الجانب النفسي. أنا أتكلم الآن مو بس يعني كمختصة في الصحة العامة، أنا أتكلم الآن أيضا كمختصة في اللايف كوتش، في تطوير الذات، يعني في مفهوم النفس. ما تتخيلون لما يكون الشخص يعني عنده الجانب النفسي أو التفاؤل عنده مرتفع، والتفاؤل ممكن يخليه من بعد الله سبحانه وتعالى يتغلب حتى على المرض. والدليل إنه في ناس كثير تجاوزت يعني أورام وأشياء يعني كبيرة، لما هم أخذوا عزيمة وإصرار إنهم يطلعوا من هذا الشيء. نرجع ونقول في الأول أيضا لا ننسى حاجة، وهي يمكن مو يمكن الأكيد، هو الجانب الروحي، جانب الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالإيش بالأسباب. ولكن الجانب النفسي والتفاؤل والعزيمة ترى لها قدرة كبيرة أنها يعني تنقلك من مرحلة لمرحلة. نتكلم بالنسبة للناس يعني المرضى، أيضا بالنسبة للناس اللي هم العاديين اللي يمرون بمشاكل عادية، أو يمرون مثلا بيوم هو كان كويس أو يوم كان عصيب أو في مثل يقول كبرها تكبر صغرها تصغر.
لو احنا نطبق مفهوم 80-20، انا ما ادري اذا في احد يفهم فاهم علي، اذا قد سمعتوا عن نظرية 80-20. هي اصلا هذه النظرية جاية من فن الإدارة، ولكن أيضا في فن حل المشاكل، في فن تطوير الذات، في نظرية اسمها 80-20. إيش يقول لك في نظرية فن في نظرية عفوا 80-20؟ يقول لك إنه تخيلوا، ركزوا معي في هذه النقطة. طيب، 80% 80% أو عفوا 20% هي المشاكل والأمور اللي تدور في حياتك، 80% تعتمد على ردة فعلك تجاه هذه الأمور. أيوة فعلا، هذه في فن حل المشكلات أنا صحيح، لكن في حاجة ثانية اللي هي 80 فقط تعتمد، 20% هي المشاكل والصعوبات والتحديات، 80% هي ترتكز عليك كشخص، ردة فعلك تجاه هذه الأمور. نرجع ونقول كبرها تكبر، صغرها تصغر. طيب، بس طبقوا هذا الموضوع. في أحيانا نحاول إن نحل المشاكل، نحب إن نحل المشاكل. يعني في ناس يواجهون المشاكل يعني ردة فعل يعني كبيرة، أو ردة فعل يعني إذا جاز التعبير أوفر، يعني يعطونها أكبر من حجمها. والله يا جماعة من خبرة أنا أخذ أتكلم لكم، إنه أحيانا إنك تترك بعض الأمور تتركها، يعني إذا حاولت تلقى لها حل ما لقيت لها حل اتركها هي تنحل مع نفسها. والله العظيم اتركها هي تنحل مع نفسها. في كتاب أنا أنصحكم جميعا تقرونه، أنا متأكدة إنكم ما شاء الله تبارك الله مطلعين يمكن حتى أجمل وأحلى يعني مما أقول، اللي هو كتاب المرحلة الملكية. كتاب اسمه المرحلة الملكية، ملاك من جد. ويا جماعة ترى الهدوء والصمت ترى حكمة. صحيح، في كتاب أنا أنصحكم، والله الكتاب هذا أنا قريته 3 مرات، اسمه المرحلة الملكية للدكتور منيف، راح تفهمون إيش أنا ودي أوصله لكم. لما توصل للمرحلة الملكية ما يهمك بعض الأمور اللي أنت تمر فيها، الأمور اللي كانت تضايقك أمس ثاني يوم ما راح تضايقك، لكن أنت لازم تكون عندك عزيمة، ولازم يكون عندك إصرار، ولازم يكون عندك نقطة تحول ونقطة تغيير. لا يغير الله ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. إحنا دائما دائما ندور التغيير خارج دائرتنا، ترى التغيير المفروض أحيانا إذا مو أغلب الوقت يكون من داخلنا إحنا. لا تدور تغيير من الأشخاص. طيب، ابدأ في التغيير من نفسك أنت، لأن ممكن إنك مجرد إنك أنت تتغير من داخلك، تتغير نظرتك، وطبعا أنا أتكلم كإيجابا، تعطيك تعاملك مع الأمور يصير أحلى وأجمل وأريح لك. اسم الكتاب المرحلة الملكية، موجود في جرير، موجود أونلاين، مرة جميل. طيب، تكلمنا عن التعريف، عن تعريف الصحة، خلونا برضو ندردش في حاجة ثانية. معليش أنا طلعت في السلايدات شوية، سرعت. طيب، لما نتكلم عن الصحة أكيد في عوامل تأثر على الصحة، من وجهة نظركم إيش هذه العوامل؟ في عوامل، الصوت واطي يعني، علي صوتي أكثر من كذا يا جماعة يعني، وفاء حاولي ترفعين الصوت، يمكن السماعة عندك واطي شوي يعني أكثر من كذا يعني، أنا ما أدري، أعتقد أني أنا أحس نبرة صوتي بعد عالية. أوكي خلاص تمام، خلونا نركز في الموضوع. لا معلش يا وفاء، بس علي الصوت، مستوى الصوت من عندك. طيب يا جماعة خلنا نرجع للموضوع، من وجهة نظركم
ما شاء الله أغلبكم في القطاع الصحي، ما أنا ما شفت أحد كتب لي خارج القطاع الصحي، أسنان، مختبرات، صيدلة، نساء ولادة، تمريض، ما شاء الله يعني أغلبكم في القطاع الصحي. من وجهة نظركم إيش العوامل؟ وبليز يعني لا تروحوا لا لجوجل ولا شيء، إحنا قاعدين نتكلم وإحنا قاعدين إيش يعني نحاول إن إيش نفكر بصوت عالي. إيش العوامل اللي ممكن تأثر على الصحة من وجهة نظركم؟ الحالة النفسية، تمام، أمين، الحالة النفسية، جميل. إيش كمان؟ وجود أشخاص داعمين، بيئة عمل مريحة وإيجابية، مستويات القلق، صحيح، الاجتماعية والصحة، التغذية، صحيح، البيئة المحيطة، جميل، الضغط، الدوام، المستوى المالي، صح، ممارسة الرياضة، الغذاء، ملاك، ما فهمت، كان روتين اليوم المنظم، نمط اللايف ستايل، صحيح، تقرأ، وجود هوايات، صحيح، أصحاب السوء، صحيح، استقرار البيئة المحيطة بك، العائلة، العمل، البعد عن الدين، هذا طبعا تأثير سلبي، الله لا يبعدنا عن الدين، الحمد لله على نعمة الدين والإسلام. الأشخاص السلبية، الرياضة، صحي، مسفر. أوكي. طيب بقولكم على حاجة، العمل، أمين، صلتنا بربنا، أكيد، التجاهل أول الشيء لنفسك، المكان الطبيعي المحيط، الإيمان. طيب في شيء اسمه محددات الصحة، وفي شيء اسمه عوامل الخطورة. سمعتوا في محددات الصحة، سمعتوا في عوامل الخطورة، نمط الحياة، صحيح، كل اللي قاعدين تقولونه صح، كله صح، بس بنرتب شوية، ايش رايكم؟ اعتزل ما يؤذيك، صح، فعلا في شيء اسمه محددات الصحة، وفي شيء اسمه عوامل الخطورة. تعرفون في شيء اسمه عوامل الخطورة وفي شيء اسمه محددات الصحة، بالإنجليزي health determinants، والثاني اللي هو risk factors. ما تعرفون؟ طيب عوامل الخطورة، تعرفون مش عمل هي تكون ثلاثة، البيولوجية، أيوة، اللي هي من ال health determinants، اللي محددات الصحة، اللي هي تحدد اللي هي تأثر في الصحة سواء من اسمها إيجابا أو سلبا. طيب وهي تعتبر فاكتورز يعني تأثر على الصحة بصفة عامة. الريسك فاكتورز هذه أكثر شيء مرتبطة، اللي هي عوامل الخطورة مثل الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، مثل الأمراض المعدية، يعني مثل الوراثة. الوراثة تكون ممكن تحت، لما نتكلم عن الوراثة نتكلم مثلا إذا كان مثلا أب أم في هيستوري أو في تاريخ مثلا مرض السكري، مرض الضغط، أمراض عقلية وهكذا. طيب فالريسك فاكتورز دائما ملازم وجوده، يعني وجود هذا الريسك فاكتورز في حياة الفرد، طيب ممكن ينتج عنه انه حصول مرض، يعني ممكن انه يصير له، إن ممكن لا سمح الله، ممكن انه يصير عنده نسبه كبيره انه يحصل له المرض الفلاني مثلا، بغض النظر احنا نتكلم بصفه عامه. طيب المحددات الصحه لا، هي عباره عن مثلا هو الجندر، ذكر انثى، هذه محددات الصحه، مستوى المعيشه، الانكم، هذه محددات الصحة، مستوى التعليم أو مو مستوى التعليم، التعليم بصفة عامة محددات الصحة، السوشيو ايكونوميك اللي هي العوامل الاجتماعية والبيولوجية واللي زي ما قلتوها الجينات والوراثة واللايف ستايل، هذه تعتبر من محددات الصحة، وأيضا ممكن تدخل في الريسك فاكتورز. عشان بس ما ألخبطكم خلونا نتكلم بس عن العوامل اللي تأثر على اللي هي الهيلث، اللي هي الفاكتورز انفلونسينج هيلث اند ويل بينج. طيب السوشيال اند ايكونوميك فاكتورز، طيب على فكره هي اللي تاخذ المحيط الاكبر بنسبه 40% من اللي هي العوامل اللي تاثر على الصحه. على فكره في بداية الصحة ومفهوم الصحة ودراسة العوامل المؤثرة ما كانت هذه الفاكتور أو السوشيو إيكونوميك فاكتورز ما كان معترف فيها، يعني ما كان معترف فيها، ما دخلت في عالم الصحة ولا مثلا أخذت بعين الاعتبار، ولا كان أكثر شيء كان تركيز مثلا على الهيلث بيهيفير
وعلى الفيزيكال انفايرمنت وعلى الجينز، حتى الكلينيكال كير اللي هو تلقي الخدمات الصحية أو الرعاية المناسبة، ولا الأكسس ولا الدخول مثلا للمرافق الصحية سواء مراكز صحية أو مستشفيات إلى آخره. هذه كان التركيز أكثر عليها. مؤخرا يعني من يعني نتكلم أكثر من 30 سنة أو أكثر، أعترف بالسوشيال أند إيكونوميك فاكتورز. السوشيال ايكونوميك فاكتورز يدخل تحتها اشياء كثيره كثيره، يدخل تحتها مستوى التعليم، يدخل تحتها العمل اذا كان يعمل اذا كان ما يعمل، نوع العمل، يعني الناس اللي تشتغل في المصانع، والناس اللي تشتغل تحت اشعه الشمس، الناس اللي تشتغل في مكاتب طوال الوقت هي جالسه ما تتحرك، كل 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 ايضا الضغط النفسي، كل مهنه ولها يعني مثلا لها ما نقول سلبياتها، ولكن ايضا برضو انها ممكن انها تاثر، يعني تاثير على الصحه. طيب اللي هو المستوى المعيشه قلنا، السلوك والعادات، الامان الاجتماعي، الهاوسينج، الناس اللي مثلا تسكن مثلا في المناطق الريفية غير اللي تسكن داخل المدن، وتتأثر تتأثر اللي هو الاير بوليوشن اللي هو التلوث، سواء كان تلوث جو، سواء كان تلوث من السيارات، سواء حتى بالنسبة للشوارع وازدحامها، هذه كلها تأثر، كلها تندرج تحت اللي هو السوشيال اند ايكونوميك فاكتورز. السي دي سي عرفت السوشيال اند ايكونوميك فاكتورز تعريف، ال WHO اللي منظمة عفوا الصحة عرفتها بتعريف، يعني كل واحد يعطي السوشيال اند ايكونوميك فاكتورز تعريف، كلهم يعني للأمانة أجمعوا على النقاط اللي أنا قلتها. طيب في عندنا اللي هي اللايف اللي هو الهيلث بيهيفير، طيب اللي هو زي العادات والسلوكيات، نتكلم عن عادات يعني سيئة أو حتى عادات إيجابية. طيب مثلا اللي هي التدخين يؤثر على الصحة، يعني في بعض الدول الأخرى اللي هو بالنسبة الكحول، المخدرات، طيب التمارين الرياضية تأثر، النوم، تعرفون كم معدل النوم عندنا في السعودية في آخر دراسة أنا شفتها؟ healthy diet، فعلا يا عبد العزيز healthy diet اللي هو من ضمن healthy diet برضو اللي هو صححوا لي الإخوان اللي في التغذية، اللي هو نسبة البروتينات، نسبة الخضروات والفواكه، احنا جدا مقلين في الخضروات وفي الفواكه وفي شرب المويه. من ضمن الأمراض اللي منتشرة في السعودية اللي هو الأمراض الكلى، الحصوة الكلى، أنتوا عارفين إنه الكلى والدماغ الخلايا إذا تلفت ترى تعتبر irreversible، يعني مستحيل إنها يعني قد دامج، يعني من الخلايا اللي تتلف. عشان كذا من ضمن الأشياء اللي تساعد أو إنها يعني تأثر تأثير سلبي إيجابي على الكلى اللي هو شرب الماء. طيب في شيء ثاني اللي هو النقطة اللي هو معدل النوم. كم معدل النوم عندنا في السعودية؟ كم تتوقعون معدل النوم؟ فعلا الحالة الاقتصادية تأثر، فعلا الحالة الاقتصادية، الأمان، يعني الأمن، الأمان، الاستقرار، كل هذه كلها تأثر. لا مو 7 8 ساعات، يعني يا ليت 6 ساعات، 6 ساعات. وعندنا مشكلة في شرب الموية، الشاي والقهوة، اللحوم، كثرة اللحوم والمنبهات، يعني شوف كمية الكافيين اللي تدخل في جسم الشخص، مع إنه في دراسات يا جماعة
تأيد شرب مقدار معين من اللي هو الكافيين، وفيه دراسات ضد، وفي معدل معين للشرب، كم شرب كوب من القهوة. في برضه من العادات اللي هو الشاي، لما تشرب الشاي بعد الأكل وش استفدت؟ خصوصا انك شو استفدت؟ لان الشاي قريت انه داخل في المعادن. من ضمن الاشياء اللي تاثر ايضا اللي هي العلاقات الاسريه، العلاقات الاجتماعيه، هذه كلها اشياء تاثر. التمارين الرياضية، سابقا ما كنا نشوف ناس تمشي، ما كنا نشوف تمارين رياضية، ما كنا نشوف انتشار النوادي. الناس الآن الحمد لله صار عندها وعي. طبعا ما ننسى أنه في بعضها أخذها كلايف ستايل، كنوع من يعني نوع من السيكينج يعني للجمال وهذه الأشياء. إحنا قاعدين نتكلم في أشياء يعني، لا إحنا نتكلم في الصحة. يعني أول ما كنا نشوف إن أحد يمشي ولا ما نشوف أحد، الآن ما شاء الله تبارك الله في كل حي في حديقة وفي ناس تمشي، وفي خلاص الناس صار عندهم وعي في أهمية الرياضة. يعني نشوفها مع المراهقين، نشوفها مع كبار السن، صار في وعي. من الأشياء اللي تأثر أيضا اللي هي السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تأثر سلبا ولا تأثر إيجابا، لكن احنا ما نقدر نتكلم في الأشياء الإيجابية. السوشيال ميديا ترى ساعدت إنها ترفع الوعي والتثقيف، وكانت واحدة من الوسائل الداعمة اللي ساعدت خصوصا في مجال الصحة العامة. أنت لما ودك توصل لشريحة معينة ودك تثقفهم بأكبر معلومات وفترة قصيرة عن طريق السوشيال ميديا، هذه من الأشياء الإيجابية. طبعا من الأشياء اللي هي الفيزيكال انفايرمنت، اللي هو طبعا في بعض اللي هو الحصول على مثلا على الماء النظيف، أيضا اللي هو الاير بوليوشن اللي هو التلوث. ما التلوث هذه أيضا من الأشياء اللي الازدحام، دراسة قريتها إنه ازدحام الشوارع، وأكيد إنه بدون حتى ما نقرأ الدراسة وبدون حتى ما نرجع للدراسة أكيد إننا نعرف أن ازدحام الشوارع والازدحام هذه كلها تأثر تأثير. إذا إحنا استثنينا مثلا الرود إنجري والحوادث، نتكلم على مستوى الصحة النفسية، تأثر تأثير كبير. الناس اللي عايشين في الأوت دور، الناس اللي عايشين مثلا في المناطق الريفية، يستنشقون هواء طبيعي، وفيه يعني فيه زي ما يقولون في مساحة. لكن الناس اللي ساكنة في وسط المدينة ما في، الناس اللي عايشة بجنب البحر أو على المناطق الساحلية غير الناس اللي ساكنة مثلا في وسط المدينة. وكذلك يا جماعة ترى في أمراض تنتشر في المناطق مثلا الساحلية، برضو اللي هو جغرافية المكان ترى تأثر. يعني في أمراض مثلا تنتشر عندنا مثلا في المنطقة الغربية، عندنا حمى الضنك، في بعض في الجنوب تنتشر مثلا عندنا اللي هي الأمراض اللي فقر الدم المنجلية في الجنوب، في الشرقية. حرارة الطقس أيضا برضو تأثر، اليود، مستوى اليود، مستوى تشبع الأكسجين. اللي ما شاء الله تبارك الله اللي ساكنين على البحر عندهم أوفر ما شاء الله، يعني حاصلين على اليود يعني ما شاء الله تبارك الله يعني بكميات كبيرة. هذه تقريبا يعني حاولت إني أنا أتكلم أكثر شيء عن اللي هو اللايف ستايل. دخلنا بعد اللايف ستايل تكلمنا عن البيئة، تكلمنا عن العمل برضو إنه بعد يأثر، كل هذه الأشياء تأثر. في برضو حاجة مهمة اللي هو الجندر اللي هو نوع الجنس، مثلا ذكر وأنثى. في أمراض تصيب الرجال ما تصيب النساء، والعكس صحيح. في أمراض مثلا ممكن تصيب الأطفال
ما تصيب الكبار والعكس صحيح، وهكذا. من أيضا الأشياء اللي تأثر على الصحة اللي هو الجينز والبيولوجي، اللي هي برضو الجينات. طبعا هذه من الأشياء اللي إحنا ما نقدر نتحكم فيها، طيب، لأنها التحكم فيها قد يكون مثلا اللي هو بالدراسة، بالمختبرات، بالتجارب اللي قاعدة تصير. شوي يطلعون لنا مثلا دراسة إنه ما يعني ما إحنا عارفين الحين حتى عندنا في الصحة العامة في برنامج اسمه برنامج الزواج الصحي، ما أدري إذا سمعتوا فيه، إن لما يعني عند الزواج لازم يصلحون مثلا الحصول على مثلا شهادة خلو من الأمراض. ومن الأمراض هذه كلها برضو ترى هذه تعتبر من أهداف الصحة العامة. هذا برنامج الزواج الصحي موجود عندنا في الصحة العامة، هذا ساهم كبير في اكتشاف الأمراض اللي هي تنتقل بين الأقارب، والأمراض حتى اللي هي مثلا الأمراض اللي هي حتى المعدية زي هيباتيتس بي، زي الـ HIV. كل هذه تعتبر من الأبروتش أو تعتبر من الأهداف أو تعتبر من أنشطة الصحة العامة. عندنا حاجة ثانية اللي هو الكلينيكال كير، الوصول إلى المرافق، وصول المستشفيات، توفر الأدوات، توفر اللي هم الإكسبرت بروفيشنال، هم الهيلث كير بروفايدرز، الأدوية المناسبة، القرارات الصحيحة، جودة الرعاية الصحية، إلى آخره. طيب، يا زهر، احنا ليش نعرف هذه الفاكتورز هذه كلها؟ لأنه وجدوا طبعا العمر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن نتكلم في مفهوم الصحة العامة، إنه دراسة ومعرفة العوامل اللي تأثر على الصحة يساعد نسبة كبيرة في إطالة العمر بعد الله سبحانه وتعالى، في الوقاية من الأمراض، في معرفة وجود عوامل خطورة لدى الأفراد ولا لا. بحيث يعني أتذكر حنا عندنا في أحد المراكز، مو في أحد المراكز، في أغلب المراكز، أنا أتكلم في منطقة الرياض، عيادة اسمها عيادة الأصحاء، ما أدري إذا سمعتوا فيها ولا لا. عيادة الأصحاء هذه قائمة على هذا المبدأ، Process to promoting life، صحيح، الفحص الدوري للموظفين، صح، فحص ما قبل الزواج. أنا توني أشوف الكومنتس. طيب، هتكلمكم عن عيادة الأصحاء هذه اللي موجودة في المراكز. طبعا الصحة العامة أغلب شغلها وين موجود؟ موجود في المراكز الصحية، لأن زي ما أنتوا قلتوا الصحة العامة تعتمد على إيش؟ على الوقاية من الأمراض. فأغلب شغل الصحة العامة قام على هذا المبدأ، وأغلب الخلية النحل كلها موجودة في المراكز الصحية. وأيضا هي تعتبر يعني الخط الأول أو المرحلة الأولى من الصحة، اللي هي زي ما قلتوها أغلبكم يمكن حتى ذكرها، اللي هي البريفنشن، اللي هي الوقاية، كلها قائمة في الصحة، في المراكز الصحية. شغل الصحة العامة قائم أغلبه في إيش؟ ثلاثة أرباعه إذا مو أكثره في إذا مو أغلبه في المراكز الصحية. في المراكز الصحية إيش موجود فيها للي ما دخلها؟ في عيادة من ضمن الأشياء اللي موجودة فيها هي عيادة الأصحاء. عيادة الأصحاء قائمة على إيش؟ على اكتشاف الأشخاص اللي عندهم قابلية حصول مرض لديهم. طيب، طبعا على مثلا اللي هو عن طريق التاريخ المرضي اللي هو الفاميلي هيستوري، لو قياس الضغط، قياس السكر، هذه كل اللي هو قياس الوزن، قياس محيط الخصر، أحيانا اللي هو عمل إذا كان المختبر يسمح اللي هو عمل اللي هي الفحوصات اللي زي اللي معدل الكوليسترول، اللي عارفين إنه في ارتباط بينه وبين الأمراض المزمنة. هذه من ضمن العيادات صراحة اللي يعني جميلة وناجحة في المراكز الصحية اللي اشتغلت على هذا الموضوع. طيب، هنشوف اللي هو الموديل اوف هيلث. انا طبعا ماني قادر اشوف الكومنت، بس انا قاعده اشرح لكم. طيب، عندنا اللي هو البودي ريزيستنس اللي هو مقاومه المرض، وعندنا اللي هو الاكسبوجر تو ريسك فاكتور. وش ينتج عنها؟ لما يكون الواحد عنده ويك بودي ريزيستنس
ويكون عندك اكسبوجر تو ريسك فاكتورز بالاضافه الى مؤثرات ثانيه، يصير عنده بور هيلث ينتج عنها المرض. المرض يا يكون دخ يا يكون عنده ديسابيليتي، يعني اي نوع من الاعاقه. هذا الموديل اوف هيلث يعني بكل بساطه. طيب عندنا الكونسبت اوف هيلث، عندنا مفاهيم، طبعا هذه مفاهيم قديمه او مفاهيم مشت عليها الصحه بصفه عامه. طيب هي تقريبا اربعه، ثلاثه والرابع هو الاشمل. يقول لك انه اول كونسبت اللي هو البايوميديكال كونسبت، في الايكولوجيكال كونسبت، في السايكولوجيكال كونسبت، وفي اللي هو الهوليستيك كونسبت راح نتكلم عنه. خلينا نمسكهم واحد واحد. يقول لك اول مفهوم اللي هو مفهوم ايش؟ مفهوم الطب الحيوي. ببساطه شديده ينظر على ان الصحه عباره عن غياب المرض. إذا كان الشخص خالي من المرض يكون الشخص سليم. هذا هو المفهوم الأول، هو مفهوم الطب الحيوي. طيب المفهوم الثاني اللي هو السيكولوجيكال كونسبت. ثواني يا جماعة بس. طيب المفهوم الثامن للسيكولوجيكال كونسبت اللي هو مفهوم نفسي واجتماعي، انه اكد على ان الصحه تتاثر بالعوامل الاجتماعيه والنفسيه والثقافيه والاقتصاديه والسياسيه للاشخاص المعينين. طيب الهولستيك كونسبت اللي هو يعكس اللي هو مفهوم اللي هو تعريف الصحه الاول، انه كل هذه المفاهيم بالإضافة أن قوة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية على الصحة، وتعتمد على برضو على بيئة الشخص وعلى ارتباطه ببيئته. طيب ننتقل لموضوع ثاني اللي هو leading cause of death and disability، اللي هو السبب أو الرقم الأول أو السبب الأول في الوفيات. إيش تتوقعون سبب الوفيات على مستوى العالم؟ أنا ما أشوف الكومنت. أنا أتكلم كما سبب وفاة، توقف القلب، لا أو بأم، ما حد جابها. طيب خلوني ايش رايكم ندخل على الـ مع بعض على الويب سايت، ان شاء الله انا اقدر اسوي لكم شيرينج. ثواني طيب. يا رب تكون طلعت لكم الشاشة يا جماعة، طلعت لكم صح؟ ما طلعت؟ لا طلعت. ايوه اوكي تمام طلعت. ايوه حلو. طبعا هذا لايف داشبورد لايف، شوفوا عدد الوفيات هذه السنة كم الرقم، وشوفوا عدد الوفيات كيف قاعد يزيد ثانية بعد ثانية. شايفينه؟ هذا طبعا لايف، أنا طلعت لكم يعني مخصوص. طيب كرونيكال كورونري ارتري ديزيز هي المسبب الأول بنسبة 16.59، يعني تقريبا اولموست 17%. طيب اللي هي أمراض القلب والأوعية الدموية. طيب المسبب الثاني اللي هي ستروك اللي هي السكتات الدماغية. المسبب الثاني اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز اللي هي المسبب اللي هو الرابع اللي هو ريسبيرتوري تراكت انفكشن. شايفين كيف؟ طبعا والخامس الزهايمر.
على فكرة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2020، يعني ما في تغييرات كثيرة على اللي قاعد يصير اليوم. 16% كان بسبة اللي هو سكيميك هارت ديزيز، تخيلوا 8.9 مليون ماتوا توفوا بسبب عام 2019 بسبب اللي هو سكيميك هارت ديزيز. طيب ستروك بنسبة 11%، أنا قاعدة الحين أقول لكم تقرير اللي صار 2020 حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. 6% اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بلمري ديزيز، بعدها عندنا اللي هو اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن، يعني نفس تقريبا هذا احنا نتكلم عن الحين 2023، والتقرير اتكلم الان عنه اللي هو عام 2000، يعني الداتا 2019 بس انشروا 2020، يعني تقريبا نفس الترتيب. طيب في عندنا اللي هو الزهايمر ديزيز، طيب والزهايمر قاعد يصيب يعني المتأثر فيه أكثر النساء أكثر من الرجال، فانتبهوا يا بنات. طيب هذا النسب نفسه في السعودية تقريبا، بس في عندنا احنا عندنا اللي هي أوريكم بعد شوية القراءات السعودية. طيب أوريكم بعد شوية جماعة، أنا ترى ما أشوف الكومنت فما أدري إذا في أحد يسأل. هذا نتكلم، هذا اللي إحنا قاعدين تشوفون الداشبورد، هذه نتكلم جلوبالي، يعني نتكلم على مستوى العالم بصفة عامة. طيب وكل دولة، يعني كل دولة تختلف. إحنا عندنا من التوب فايف، يعني من الخمسة، من ضمنهم تقريبا ثالث أو رابع عندنا اللي هو الرود إنجري اللي هي الحوادث المرورية. الزهايمر عند النساء أكثر، ما عندي السبب صراحة، يعني ما دخلت في الموضوع صراحة، لكن يعني نسبة كبيرة، يعني تقريبا على حسب تقرير منظمة الصحة العالمية اللي هو 2019 65% من الزهايمر نساء الزهايمر. لاحظوا حاجة واحدة بسألكم عنها، شوف هنا الرد انجري، طبعا من دولة لدولة تختلف، عشان تعرفون ان الامراض تتأثر يعني كل، سبحان الله، كل دولة لها خصوصيتها لها عواملها، يعني هذه على مستوى العالم. ممكن مثلا نروح مثلا في السعودية تقريبا الترتيب الاول والثاني والثالث، لكن ممكن يكون طالع مثلا هنا الرود انجري مثلا والديابيتس ميليتس، هذا اللي هو مرض السكري والحوادث المرورية، هنا يكون مثلا تقريبا على مستوى العالم يكون أقل، لكن في السعودية أعلى. لاحظوا حاجة واحدة، أن المسبب للوفيات كلها إيش يسمونها؟ نون كوميونيكابل ديزيز، يعني كلها أمراض غير معدية. سابقا يعني قبل 1990 كان المسبب، يعني كان المسبب تقريبا اكثر 20 سنه او اكثر، مع يعني اكثر كان المسبب الامراض المعديه. الامراض المعديه كانت يعني كانت ليدنج يسمونها ليدنج كوز، كانت هي المسبب الاول لارتفاع نسبه الوفيات حول العالم. أرجع وأقول كل دولة لها خصوصيتها، كل دولة لها، مو بس كل دولة، حتى هنا في السعودية يعني كل مدينة يعني فيها مرض أعلى من الثاني. هذا يدل على أن العوامل اللي أنا تكلمت عنها قبل شوي تأثر في الصحة، يعني 100%. نرجع للسلايدات، إلى هنا تمام، إلى هنا مفهوم يا جماعة؟ خفيف لطيف صح؟ كأني أقول لكم قصة صح؟ ما كأني قاعدة أقول لكم محاضرة. طيب
في موقع، الله يسعدكم، في موقع يعافيكم جميعا، في موقع حقيقي حابة ان الكل يعني يطلع عليه. طيب بس انا اخاف ما يكون عندي وقت بصراحة، بس اذا صار في وقت ذكروني بالاخير، اللي هو هذا. ما ادري طلعت لكم سلايد، طلعت لكم صح؟ الله يسعدك يا أمين، شكرا لك والله، شهادة اعتز فيها. أهم شيء أنا مرة من عشاق الصحة العامة بصراحة، يعني لو رجع فيني الزمن برضو الصحة العامة يعني كل اللي حولي مو صحة عامة، أنا الوحيدة اللي طالع صحة عامة يعني من الأهل وكذا، فأحب الصحة العامة. طيب هذا قول معي اللهم رسول الله، الموقع إذا ما قدرت أشرح بالأخير راح أرسل لكم الرابط وأترك مع المنسقين، هذا من المواقع الذهبية صراحة، تقدر تدخل تعرف اللي هو أسباب الوفيات، أسباب الأمراض دولة بدولة، يعني رائع. بس في عيب واحد، عشان تقولون إني أنا ما قلت لكم، أو آخر أديت الأبديت حقه كل 3 سنوات، الابديت حقي كل 3 سنوات او على حسب. طيب الله يسعدك يا مروة، شكرا لكم جميعا. في احد قبل كذا حضر لي ولا اول مرة؟ الله، الصحة العامة صراحة معليش يا جماعة، ما في زي الصحة العامة. ايوه كويس، يا رب يا رب ان شاء الله يا جماعة، يا رب إن شاء الله، ويعطيكم كل اللي تتمنوه جميعا. أنا تخلوني أترك المحاضرة وأتكلم معاكم. طيب هذا الموقع بتركه عند الإخوان. طيب إذا ما إذا نس إذا أنا لا بصراحة ما أخاف إني أنا أنسى. دقيقة، شوفوا هذا الموقع، صوروا يا جماعة. طيب طلع لكم صح؟ جالاكسي، اوكي ايوه مسجله. طيب يس يس ولا يس؟ طيب هذا الموقع، شوف لحظه شويه، صوروا بدايته اللي هو الاتش اي اتش ام اي. طيب انا كان والله ودي اني انا ندخل اسمه لحظه شويه، ماني قاعده اشوف من اسمه، The Institute for Health Metrics and Evaluation. طيب رائع يا جماعه، رائع رائع، كان تقدرون تشوفون اللي هم الامراض دوله دولة بدولة، تقدرون تشوفون الريسك فاكتورز، تقدرون تسوون ترند يعني تقدرون ترند اللي هو تتبع مثلا المرض من السنة الفلانية، يعني رائع جدا. تقدرون تسوون مقارنات بين النساء والرجال، مقارنات والله يعني يا ليت كان وقت المحاضرة أطول كان شرحت لكم. طيب بس عموما أنتم أذكياء يعني ما يخاف عليكم. اوكي خلونا نرجع لمحاضرتنا سريعا، ان شاء الله الوقت مشى معاكم خلاص، انتوا اخذتوا العنوان. طيب اسمه Institute of Health Metrics and Evaluation. طيب تكلمنا عن الصحة، تكلمنا عن الريسك فاكتور، تكلمنا عن الفاكتورز انفلونسينج هيلث اند ويل بينج، وتكلمنا على الكونسبت اوف هيلث. خلينا ندخلها الان سريعا في ايش مفهوم الصحه، اللي هو مفهوم الببليك هيلث. طبعا الصحه العامه ما تختزل في محاضره محاضرتين، الصحه العامه تدرس دبلوم، تدرس بكالوريوس وتدرس دكتوراه. طبعا للأسف هنا في السعودية ما في دكتوراه، يعني ما في دكتوراه على المستوى السعودي في الصحة العامة على حد علمي. ها شو ما تقولين زهى قالت، على حد علمي على حسب معرفتي ما في دكتوراه في الصحة العامة،
لأن أنا دورت ما لقيت بصراحة. في برامج تخصصية في بعض الجامعات مثلا اللي هم الفاكولتي ممبرز، الناس اللي يطلعون برامج تخصصية أو برامج يعني من خلالهم، أما أنهم يفتحون مثلا مسار للبابليك هيلث بي اتش دي ما في على حسب علمي. لكن الصحة العامة مجال جميل، مجال مبدع، مجال كله أجر صراحة. يعني هذا يعني طبعا القطاع الصحي وجميع القطاعات على العين والرأس، لكن أنا أتكلم ما أقلل من أي تخصص، كل تخصص له جماله، كل تخصص إن شاء الله الله يكتب الأجر للجميع اللي يسمعونا واللي ما يسمعونا، لكن أنا أتكلم عن الصحة العامة. أنت قاعد تتعامل تشتغل مع المجتمع، الصحة العامة قائمة على المجتمع، الصحة العامة قائمة على المجتمع وقائمة على شركاء النجاح. الصحة العامة من اسمها أكبر دليل على الكلام اللي أنا قاعد أقوله، اللي صار في فترة كورونا. لولا تكاتف المجتمع طبعا مع القيادة ومع القطاعات الأخرى، ما قدرنا من بعد الله سبحانه وتعالى نعديها زي ما يقولون. كالعادة أنا أحب دائما إني أجيب كم تعريف وبعدين أجيب لكم التعريف اللي هو المعتمد. طيب، Public Health Institute of Medicine اللي هي دي سي، واشنطن دي سي، اللي هو الناشونال أكاديمي، عام 1988 تكلمت وقالت بكل بساطة إن الصحة العامة، تونا قاعدين نتكلم بالمجتمع، نقول هي ما يقوم به كمجتمع بشكل جماعي لضمان الظروف التي يمكن للناس يتمتعوا فيها بصحة جيدة. الصحة العامة هي عبارة عن علم فني إنقاذ حياة الملايين دفعة واحدة بقرار أو تدخل واحد. تذكرون لما تكلمت عن السوشيال ميديا زمن كورونا، موضوع كورونا، قرارات كبيرة، نتكلم عن الإيمونيزيشن، نتكلم عن اللي هو الحجر، نتكلم عن أشياء كلها قرارات، قرار واحد بس بعد الله سبحانه وتعالى حافظ على يعني على حافظ على يعني صحة الملايين زي ما يقولون. طيب، قرار واحد، لأنك أنت في الصحة العامة ما تشتغل على شكل individual، ما تشتغل على شكل فردي، أنت تشتغل على شكل، تشتغل على مجتمع من اسمها الصحة العامة، قائمة على الوقاية. الوقاية مو على فرد، الفرد هذا له أخو أخت قريب، كل مجتمع. أنت في الصحة العامة المراكز الصحية ما تخدم فرد، تخدم حي كامل، كل حي عندنا له مركز صحي، كلنا عارفين بهذا الشيء. فالصحة العامة قائمة على خدمة مجتمع كامل، وقائمة على حراك المجتمع نفسه. يعني بمعنى، أتحدى لو كان فيه أطباء ممارسين من الطراز الأول وكواليفايد وبروفيشنال وهايلي اكسبرت وهايلي نولجبل والكلام هذا كله، عندنا اكويبمنتس وعندنا، لو المجتمع ما قبل وما صار عنده ويلينج ما نقدر نسوي اي شيء. لأن من ضمن التحديات اللي نلاقيها في الصحة العامة تحديدا في المراكز الصحية، حتى في المستشفيات، في بعض المستشفيات، لكن أتكلم عن الصحة، المراكز الصحية، إن المريض نفسه أو المراجع أو المتردد على المراكز الصحية هو المسؤول عن صحته في المقام الأول. أنت تقدر توفر الدواء، تقدر توفر النصيحة، وتوفر الإجراء، وتوفر كل حاجة، لكن الدور الأكبر والمسؤولية العظمى والكبيرة تقع على المريض نفسه. إذا ما أخذ إنه ياخذ مسؤولية على نفسه، لأنه أغلب الوقت يكون مثلا، إذا خصوصا اللي هم المراكز الصحية يجونك إيش يعني، يجونك زي ما يقولون اللي هو early check-up. فإذا ما كان عنده الويلنج إنه ياخذ responsibility إنه يحافظ على صحته، عشان كذا الحراك المجتمعي أو الكوميونتي كوميتمنت أو استخدام المجتمع معك، هذا من أنجح، هو تحدي ونجاح بحد ذاته للصحة العامة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني اللي هو قال لك، هو الأكسفورد تكس بوك قال لك إنه البابليك هيلث
موارد محلية ولا أي وطنية دولية أشراكها لضمان الظروف التي يمكن أن يتمتع فيها الناس بصحة جيدة. طيب التعريف، هذا أخونا بالله تشارليز إدوارد، هذا من البايونيرز والإكسبرت للصحة العامة، هو اللي وضع تعريف الصحة العامة اللي إلى الآن يدرس، ما في محاضرة فيها الصحة العامة ما يجيبون هذا التعريف، اللي هو عبارة عن علم وفن الوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتعزيز الصحة والكفاءة من خلال جهد مجتمعي منظم. هذا هو التعريف الخاص بالصحة العامة والتعريف اللي هو المعتمد. طيب على فكرة هذا يا ربي أنا نسيت كان تخصصه، بس تخصصه كان بعيد شوي عن، ما هو يعني بالكور حق الصحة العامة 100%، ولكن مش يعني الحب للصحة العامة اشتغل في الصحة العامة وأبدع فيها وطلع لنا بهذا التعريف. طيب البابليك هيلث يشمل أشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة في معنى واحد، اللي هو عبارة عن نظام، مهنية، طريقة، government services، و health of the public. الـ public health approach لما احنا نسوي public health module versus medical module، الـ public health قائم على ايش؟ targeting مين، يستهدف مين، يستهدف الـ population. medical module يستهدف الـ individual. الـ public health module قائم على disease prevention، بينما الـ medical module قائم على diagnosis. البابليك هيلث مديول يمكن شرحت الدكتوره اللي هو تكلمت على اللي هو الهيلث بروموشن، او الهيلث بروموشن اللي هو تعزيز الصحه، وطبعا في ناس صار عندها كونفيوز بين الهيلث بروموشن والهيلث اديوكيشن. تعزيز الصحه اشمل، هيلث اديوكيشن يعتبر اداه، او التثقيف الصحي يعتبر اداه من اداء تعزيز الصحة. تعزيز الصحة زي المظلة، اللي هي الهيلث اديوكيشن أو التثقيف الصحي، اللي يعتبر التثقيف الصحي على فكرة يا جماعة ما هو مشترط فقط، يعني مو على مسؤولية الممرضة في المركز الصحي، ولا التثقيف الصحي مسؤولية كل فرد موجود في المركز الصحي أو في المستشفى، تحديدا في المراكز الصحية، كل حسب إيش دوره. يعني الممرضة تعطي تثقيف صحي، الطبيبة تعطي تثقيف صحي، التثقيف الصحي والمثقف يعطي تثقيف صحي، الصيدلاني يعطي تثقيف صحي، كل واحد لازم تثقيف صحي، إرشادات لكن ما تخلو من تثقيف صحي يدخل فيها. طيب لكن التثقيف الصحي الناس دائما يصير بينها وبين كونفيوز، وبينه وبين الهيلث بروموشن اللي هو تعزيز الصحة. فالهيلث اديوكيشن يعتبر، أو التثقيف الصحي يعتبر أداة من أداء تعزيز الصحة. تعزيز الصحة هي المظلة الأمبريلا. طيب الببليك هيلث قائم على الانترفنشن، طيب بينما الانترفنشن اللي هو خاص بالانفايرمنت والهيومن بيهيفير، لأنه زي ما قلنا هو يشتغل على شيء اسمه وقاية بريفنشن، على الأشياء الأولية أو الأشياء اللي هي ما قبل حدوث المرض. بالتالي يكون إيش يشتغل على إيش اللي هو الانفايرمنت، يشتغل على اللايف ستايل، يشتغل على الريسك فاكتور وهكذا. الميديكال لا، يشتغل على الانترفنشن اللي هو الميديكال كير، اللي هو الدايجنوسيس، التريتمنت، اللي هو الفردر انفستيجيشنز، التحاليل، اللي هو الفردر بروسيجرز، الاوبريشن وهكذا. طيب يا طيب انا لاني ما افتح الشات عشان بس ما اتشتت. طيب البابليك هيلث مديول في عندنا عباره عن نموذج يعالج المشاكل الصحيه والاجتماعيه. يا جماعه من اذا انت تبغى اي برنامج عندك، برنامج صحي، اي برنامج بصفه عامه تبغاه ينجح، خذ بعين الاعتبار، طبعا من ضمن الاشياء اللي تاخذها بعين الاعتبار في المقام الاول شيء يسمونه يا جماعه نيد اسسمنت. نيد اسسمنت، تقدير الاحتياج الفعلي للفئه المستهدفه. بعض البرامج تقام
البرنامج يمين والفئة المستهدفة، يعني عفوا البرنامج في جهة والفئة المستهدفة في جهة أخرى. هذا ما يصير. أي برنامج أي خدمة عشان تنجح لازم تلامس احتياج المستفيد، أو تلامس احتياج المريض، أو تلامس احتياج المستقبل لها. في كثير برامج من ضمن فشلها أنها ما قامت على النيد أسسمنت، أو ما قامت على الاحتياج الفعلي. يعني بالله مثلا حي مثلا، أو حي مثلا منتشر مثلا فيه، إيش أقول لكم، مثلا عطوني مرض، يعني مثلا من إيه، مثلا حي مثلا منتشر فيه مثلا مثلا السمنة، مثلا السمنة. أنا المفروض إني أنا مثلا أسوي مثلا برنامج أو تثقيف صحي أو هيلث بروموشن أو خدمة مثلا تختص بالسمنة. أقوم مثلا أسوي مثلا برنامج أو أتكلم عن حاجة ما لها دخل مثلا في السمنة. وحتى التوقيت في إطلاق البرامج جدا مهم، الاحتياج الفعلي جدا مهم. في شيء اسمه الأثر الرجعي، لما إحنا نسوي برامج أو نستهدف لازم إن إحنا نسوي شيء اسمه evaluation أو تقييم يسمونها عندنا، اللي هو الأثر الرجعي، عشان أنت تعرف لازم يصير في تقييم خدمة من المتلقي أو من المريض، أو حتى في المراكز الصحية تشوفون يحطون مثلا صندوق الاقتراحات. طبعا سابقا، الحين صار الموضوع لا تطور، صار يعني تكنولوجي، فجدا جدا مهم إن لما تسوي أي برنامج خاص في الصحة العامة لازم يقام على يرتكز على الاحتياج الفعلي للفئة المستهدفة. طيب الببليك هيلث مديول ما يرتكز، يعني بس عشان ما يصير في ريبيتيشن في الموضوع، ما يرتكز على التشخيص والعلاج، لا يرتكز على المراقبة الوبائية. في كل مركز صحي في شيء اسمه مراقب وبائي، لما تصير مثلا في حالات مثلا اللي هي مثلا تكون مثلا في حالات مثلا انتشار امراض، ولا يصير في اوت بريك، ولا يصير مثلا يصير في اوت بريك مثلا لا سمح الله، يصير مثلا حاله مثلا حصبه، حاله مرض معدي ايا يكون، حاله مثلا اللي هو تسمم غذائي. هذا المراقب الوبائي في المركز، هو مهمته يسوي ايش؟ يتقصى الحاله. طيب مهم اول لما طبعا لها كريتيريا او اشتراطات معينه. في فيديو برضو بحاول اني احط لكم الرابط، اللي هو كيف تسوي سكرينينج، او تسوي كيف تسوي تقصي للحالات. هذا من البرامج اللي جدا ممتعه. طبعا براء الصحه العامه تندرج تحتها عده اقسام، والاقسام هذه تخصصات، اللي هي الصحه المدرسيه، اللي هي مكافحه التدخين، الزواج الصحي، الأمراض المعدية اللي هي الأمراض اللي هي الغير معدية اللي هي الوراثية، الطب الوقائي، إيش في بعد تحت الصحة المهنية، هذا الصحة المهنية واللي هي الوقاية من الإشعاع، هذه الجندي المجهول، هذه اللي تطلع مثلا إذا كانت تفتيش على المطاعم، حالات التسمم الغذائي في موسم الأضاحي. هذه من اكثر يعني الجندي المجهول يشتغلون بالصمت صراحه، يسمونه اللي هي الصحه المهنيه. وايضا قائمه على ايش؟ وقايه العاملين والموظفين في مجال العمل، وسلامه، يعني وجود الاشتراطات والمحافظه على السلامه المهنيه والصحه الخاصه بالموظفين. الدايمنشن او ابعاد الببليك هيلث عندنا اللي هي الهيلث بروموشن، تعزيز الصحه، الديزيز بريفنشن اللي هو الوقايه من الصحه، الايرلي دايجنوسيس اند بروموت تريتمنت، الايرلي دايجنوسيس اللي هي زي الفحص المبكر، نفس مثلا زي الفحص المبكر عن سرطان الثدي، الفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم، الفحص المبكر اللي هو حتى الحين اللي هو في مجال الاطفال، الوراثه من الوراثه، يعني مجالات يعني اللي هو وياما بعد الله سبحانه وتعالى. الايرلي ديتكشن هذا اللي هو الفحص المبكر انقذ حياه ناس. الفحص المبكر ايضا تصير مثلا حملات، اتذكر لما كنت اشتغل في المراكز الصحيه، والله واحده جايه مع اختها عشان تاخذ، بس يعني جايه مع اختها بس كذا، يعني
مرافق زي ما يقولون، كان عندنا حملة سكر، كانت ما كلت يعني كانت صايمة، سوينا لها تحليل لقينا عندها سكر. طبعا احنا ما اخذنا طبعا البروتوكول الجايد لاينز انه ما ناخذ باول قراءة، لازم نسوي لها اكثر من قراءة. تخيلوا انه طلع عندها سكر، يعني بعد اكثر من قراءة وسوينا لها فحص دم طلع عندها سكر. فالواحد ما انا من الناس برضو اللي يعني تشرفت واشتغلت في فحص مبكر عن سرطان الثدي اول ما بدا في وزارة الصحة، على التحديات اللي صارت على المشاكل صارت، بس انقذ يعني ساعد يعني الحمد لله انه يعني اكتشاف مثلا لو واحدة عندها سرطان ثدي على الأقل إذا تم اكتشافه اكتشف يعني في مراحل يعني early stage، المراحل المتقدمة. أيضا من ضمن الدايمنشن اللي هو في البابليك هيلث اللي هو disability limitations. طيب لأن أصلا مستويات الصحة العامة فيه اللي هو البرايمري بريفنشن الوقاية الأولية، فيه السكندري بريفنشن، فيه التيرشري بريفنشن، لكل طبعا لكل مستوى من مستويات الصحة في وقاية معينة، وفي لها اشتراطات وفيها لها أساسيات من ضمنها. يعني مثلا الوقاية من الصحة البرايمري اللي هي البريفنشن اللي هي ترتكز على الوقاية من المرض، اللي هي السكندري لما يصير عنده مثلا مرض الفلاني ما نبغى يصير عنده كومبليكيشن، يروح على التيرشري الكومبليكيشن هذه ما نبغاها تقلب على مثلا اللي هي ديسابيلتي او صار عنده اعاقات. حتى لو صارت عندي اعاقات مثلا زي القدم السكريه بتر ولا اي شيء يعني، ففي شيء اسمه ريهابيليتيشن برضه اللي هو التاهيل. سابقا ما كانت فيه عيادات تاهيل او مراكز تاهيل او عيادات، عفوا بالاصح عيادات تاهيل في المراكز الصحيه. الحين في مراكز صحيه عامه عاديه، وفي مراكز صارت تسمونها مراكز تخصصيه. المراكز التخصصية ما كانت موجودة سابقا، الحين تقريبا صارت منتشرة المراكز التخصصية. أنا ما أتكلم عن المراكز الصحية العادية اللي مثلا موجود فيها مثلا السجلات الطبية، عيادة الضمات، عيادة العلامات الحيوية، اللي هو حوامل الأمراض المزمنة، التطعيم، الطفل السليم، أنا ما أتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن الأشياء اللي فيها اللي بالإضافة إلى العيادات اللي أنا ذكرتها، والصيدلة طبعا والإكس راي واللي هي الخدمات المساندة والمختبر والأشعة والصيدلة، أنا ما أتكلم عن هذه. أنا أتكلم بالإضافة إن في عيادات صارت تخصصية، صارت في عيادة تامة عيادة الأصحاء، صارت في عيادة تامة مستقلة للتوقيف الصحي، صارت في عيادة للتأهيل، صارت عيادة برضو اللي هي العيادات النفسية. في بعض العيادات طبعا في أول اللي هو مكافحة التدخين وضعوا له أيضا مراكز، يعني في كل منطقة أو في كل مثلا في القطاع مثلا في الجهة مثلا في ناحية الشمال أو شمال الرياض، في مثلا موجودة عيادة مكافحة التدخين قائمة على الاستشارات وقائمة على مثلا صرف الأدوية اللي تساعد يعني في تساعد الشخص إنه يقطع التدخين. مثلا في مثلا نقول مثلا في الشمال تكون مثلا في مستشفى الفلاني، مثلا في مستشفى الدرعية عيادة خاصة، مثلا في الشرق في موجود العيادة الفلانية في المكان الفلاني وهكذا. فحتى في الزواج الصحي موجود شيء اسمه عيادة المشورة. يعني فرضا طبعا احنا نعرف، وانا ما ودي ادخل في الامور هذه بس يعني لازم اقولها، سووا الاثنين سووا تحليل وطلع عندهم مرض وراثي. ما في احد اذا هم يعني راضين ما في احد يقول لهم لا، ولكن يعني خوفا تحفظ ويعني خوفا حرصا في الصحة العامة على صحتهم، حتى بعد ما يعني حتى بعد ما يعني عرفوا إنه أي واحد فيه عنده مرض وراثي أو حتى مرض معدي قبله. طيب يصير في شيء اسمه متابعة، في بروتوكول للأمراض المعدية وفي بروتوكول لكيفية متابعة الأمراض اللي المعدية وكيفية المتابعة في الأمراض اللي هي غير معدية. شايفين يعني الصحة العامة أبعادها كيف؟ طيب خلص المحاضرة الساعة 8:30.
اللي أرسل لي على الخاص. طيب في ستيب أو في أنا لما أبغى أسوي مثلا بابليك هيلث مديول، في خطوات أنا لازم إني أنا أمشي عليها. أول هذه الخطوات حتى مو بس بصفة عامة، أنت على أساس إنك ودك تسوي مشروع، مو أول حاجة لازم تعرف إذا كانت مثلا مشكلة، إذا كانت مثلا مشكلة مثلا إذا كانت تبغى تسوي مثلا مثلا زي مثلا برنامج عيادة الزواج الصحي، أو مثلا مكافحة التدخين، أو تثقيف صحي، أو أول حاجة لازم تعرف المشكلة اللي هو defining the problem. أنا قاعدة أقول لكم كيف تنشئ public health module، أو كيف تنشئ برنامج خاص بالصحة العامة، والفئة المستهدفة عندك اللي هي المجتمع، إذا كان في مدارس، إذا كان في مثلا في حي فلاني، في أي مكان. أول حاجة لازم تعرف المشكلة، لازم تكون عندك خطة عمل، تعرف المشكلة، تعرف أهدافها، تعرف كيف والأنشطة اللي راح تقوم فيها، آلية التقييم. بعدين لازم تعرف مين اللي هم الات ريسك، اللي هم الناس الفئة المستهدفة اللي عندهم خطورة يعني في الشيء اللي هو الإكس. أنا قاعدة أتكلم بصفة عامة. طيب وأنتم قيسوا. بعد كده لازم تسوي إيش؟ لازم تسوي شيء اسمه انترفنشن، لازم تقوم تسوي إيش؟ خطة عمل، أو لازم إنك يعني مثلا تسوي البرنامج، بتسوي مثلا برنامج مثلا الهيلث اديوكيشن في النشاط تثقيف صحي مثلا في المدرسة، قم بهذا النشاط سواء من وش النشاط يشتمل عليه، مثلا المحاضرة مثلا، تدريب توعوي إلى آخر. بعد كذا تسوي إيش؟ تقييم، مهم جدا في البرامج الصحية الوقائية، وحتى البرامج بصفة عامة وقائية وغير وقائية، لازم في شيء اسمه تقييم، لازم تقيم، لازم عشان تحسن مستقبلا من الخدمة اللي أنت مقدمها. وأرجع وأقول من الكي إليمنتس، من العناصر اللي تساعد على نجاح أي برنامج أنت تقوم فيه، لازم تركز على الاحتياج الفعلي. يعني أنت مو تسوي البرنامج بس مجرد أنك تسوي برنامج وخلاص وشغل وخلاص وخلصناه، لازم يكون البرنامج يناسب الاحتياج الفعلي، مو أي كلام، لازم يكون يلامس الاحتياج الفعلي، ولازم تكون تحدد الفئة المستهدفة، ولازم فعلا يحتاجونه، لأن هذا الموضوع أمانة. مهم جدا، لما مرة مهم جدا في المادة العلمية، يعني رجاء الشخص اللي ما يعرف شيء لا أحد يعطي معلومة، حتى في التثقيف الصحي لا تعطي معلومة أنت ما أنت متأكد منها، لأن ممكن أنك أنت تضر حياة شخص. لا تعطي المعلومة وأنت ما أنت متأكد منها، ما تعرف قل أنا ما أعرف، أو قل أنا راح أسألك أحد يعرف، عادي ما فيها شيء، ما في أحد يعرف كل شيء، ما في أحد في الدنيا هذه كلها يعرف كل شيء. أمانة عندنا المعلومة اللي إحنا ما نعرفها في أي مكان، في مستشفى، في مركز، إحنا ترى إحنا مسؤولين. أنا في المحاضرة هذه الشيء اللي أنا أعرفه راح أقول لكم أعرف، الشيء اللي ما أعرفه ما راح أقول لكم أنا ما أعرفه، لأن هذه أمانة راح أسأل عنها. والشيء الثاني، أنا ممكن في هذه المعلومة أنا ممكن إني أنا بدل ما يعني ممكن إني أنا أضره. في شيء ثاني، لما أنا أعطي المعلومة لازم أتأكد إن اللي قدامي فاهم علي، لأن في ناس استيعابهم على قدهم. لا تنسى إنك قاعد تتعامل مع واحد تعبان، مريض، يمكن إنه أو عندي قلق، أو في ناس ما تحب المستشفيات، في ناس ما تحب المراكز، فهذه يا جماعة تراها أمانة. يا ما وأيضا الوصفات، من الوصفات الكتابة، طبعا الحين الحمد لله الله رحمنا بالوصفات الإلكترونية، بس هذه كلها أمانة. ما أعرف، قل ببساطة شديدة أنا ما أعرف، خصوصا لأن إحنا نعرف بعد أيضا إحنا نعطي تثقيف صحي عن طريق اللي هو بعد اللي هو السكيلز، اللي هو إعطاء الأنسولين، إعطاء الإبر. لازم أتأكد إني أنا أعلم المريض أو فهمه صح.
8:30 يا جماعة. طيب هذا طبعا بس مثال بسيط انه كيف انه انا مثلا انشأ Public Health Module. هنا عندنا اللي هو المثلث الخاص، المثلث الخاص بال المثلث الخاص بالصحة العامة. هذا المثلث الخاص بالصحة العامة اللي هي المساحة الكبيرة اللي باللون الأخضر هذه يونيفرسال، مركزة على اللي هو انك تستهدف الناس اللي get affected او الناس اللي تعرضوا للمشكلة. طيب البابليك هيلث زي ما قلنا، عدنا نزيد ونقولها، هي population based، المجتمع كامل، ما هي individual، ما تتكلم انت عن فرد، تتكلم عن مجتمع كامل. شركاء البابليك هيلث كثير، المجتمع، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاعات الربحية، القطاعات الغير ربحية، السوشيال ميديا، الجامعات، مراكز التدريب، كلها تشترك عشان تخدم البابليك هيلث. البابليك هيلث داخل البابليك هيلث نفسها قائمة على ورك تيم، وقائمة على مالتي ديسبلينري تيم، يعني تمريض، تغذية، طبعا في العيادات المراكز التخصصية أيضا نسيت أقول لكم في عيادة خاصة اسمها عيادة التغذية برضو موجودة. فهذول كلهم يكونون كادر صحي من أكثر من تخصص، كلهم يشتغلون في كلهم هدفهم اللي هو تارجتينج اللي هي الكوميونتي، أو اللي هي تارجتينج اللي هي البابليك هيلث، أو كلهم يشتركون في تقديم الصحة أو تقديم البابليك هيلث بمفهوم الأشمل. من ضمن يمكن الأقسام اللي هو الإبديمولوجي اللي هو الوبائيات، البايوستاتستيك، الإحصاء، المانجمنت أوف هيلث سيرفيسز، والصحة البيئية قلناها، والكوميونيتي هيلث قلناها، البيهيفيرال هيلث. هذا طبعا التخصص اللي أنا أتخصص فيه في الماجستير، أنا تخصصي كان بيهيفيرال هيلث. في الهيلث ايكونومكس هذا ما عندنا كثير، لكن هذا يعتبر يعني اتذكر في واحده حضرت من البنات عندها هذا الشيء، اقتصاديات الصحه تقريبا. الببليك بوليسي هذا انا تخصصت فيه بعدين برضو. المنتل هيلث رائع. الاوكيوبيشنال سيفتي اللي هي الصحه المهنيه. الجندر ايشيو اند هيلث اند سكشوال اند ريبرودكتيف هيلث. في أسماء سابقة للببليك هيلث اللي هي يسموها البريفنتيف ميديسن، طبعا هذا الطب الوقائي. والحين في برامج كثير، في أحد الأقسام والفروع للصحة العامة اللي هو البريفنتيف ميديسن، في السوشيال ميديسن، في الكوميونيتي ميديسن، وفي الكوميونيتي هيلث. هذه الأسماء القديمة للصحة العامة، كل هذولي سمعت الكلمة قريته هذه، كل هذول الآن صاروا دايمنشنز أو صاروا أقسام للببليك هيلث. البابليك هيلث زي ما قلنا تتكلم عن الليفل اوف اكشن اللي هو تتكلم عن النون كلينيكال فاكتورز تو بروتكت اند بروموت هيلث. البريفنتيف ميديسن اللي هو انديفيدوال ليفل اكشن اكوردنج تو ليفل اوف بريفنشن. والفاميلي ميديسن هذا من التخصصات الجميله، جميله جدا، طب الاسره، ومطلوب جدا من جميل. وكان في عندنا يعني قلة في طب في الفاميلي ميديسن، الحين صار في برنامج اسمه زمالة طب الأسرة موجود أتوقع في مدينة مالك فهد الطبية، ويدربون وما شاء الله يعني، يعني كان رقم بسيط أتذكر في بدايته، والحين صارت أعداد كبيرة. في عندنا السوشيال ميديسن اللي هو مرتكز على البيهيفيرال تشينج، وفي عندنا الكوميونتي اللي هو بالنص، الكوميونتي ميديسن اللي هو الادريسنج اللي هو يرتكز على زي ما قلت لكم النيد اوف كوميونتي انترفنشن. أهمية الصحة العامة
ايش تتوقعون اهميه؟ انا معلش مشيت فيكم، الله موفق ان شاء الله وما تشوف شر اللي عنده حاله. طيب يا جماعه، انت ايش تتوقعون اهميه الصحه العامه من وجهه نظركم؟ سريعا، خط دفاع فعلا. عبد العزيز يقول البقية وقاية، اكتشاف مبكر الأمراض. جميل، ما شاء الله تبارك الله، صرت تتكلمون صحة عامة، وقاية، إرساء ثقافة صحية، تقلل حاجة الدخلات. شتان ما بين ردكم الآن وردكم في البداية، الحين ما شاء الله كأني أستشعر في ناس كذا صحة عامة لا يستغنى عنها، يجي الطب الإكلينيكي أكيد وعي. إيش كمان؟ عواطف، وعي، حماية المجتمع عن انتشار الأوبئة والأمراض. صحيح، الصحة المهنية أساس الطب. صح، حياة سليمة، مستقبل التعامل مع المشاكل الصحية، احتواء الأمراض، تقليل وصول المستشفيات. صح، يقلل الضغط والكوست والإفورت على المستشفيات. فعلا نقطة مرة جميلة، وقائمة حوادث الخواطر. صح، تقليل التكلفة الطبية. صح، نوعية، كيف قصدك نوعية يا آيفون؟ كيف المجتمع بالصحة، معرفة الأدوية التي تعالج الأمراض. ما فهمت، معرفة الخلل في المجتمع والأمراض المحتملة انتشارها. صح يا فاطمة، إيش أهمية الصحة العامة بعد؟ إيش عندكم الوعي الصحي دكتورة فاطمة؟ صح، عرفتم في فرق بين الهيلث بروموشن والهيلث إديوكيشن؟ صح، قلت لكم على الفرق، إنه في فرق بين التثقيف الصحي وفي فرق بين تعزيز الصحة. أتوقع دكتورة لميا يعني تطرقت لهذا الموضوع. طيب خلينا نتكلم الحفاظ على اقتصاد الدولة. صح فعلا، يعني على انه في ناس وش تتكلم، يعني انا بتكلم بصفة عامة، في ناس يقولون وش تكلفون في التطعيمات؟ ما هو التطعيمات ممكن حتى لو تكلفت، شوف لو لا سمح الله، يعني الله لا يقول انه لو مثلا يعني مرض الشخص وكذا، كم راح تكون تكلفته؟ طبعا حياة الشخص، يعني يعني احنا نتكلم بس يعني بس عشان اقرب لكم المعنى. طيب لكن حياة الشخص ما تقدر بأي حاجة، سنتكلم يعني مجازا. شوف التكلفة، احنا ما نتكلم احنا عن تكلفة، احنا ما نتكلم عن ماني ماني، احنا نتكلم عن تكلفة utilizations، انك سرير وفترة وجوده في المستشفى. نتكلم عن الريشيو المعدل، مثلا رعاية اللي هو الطبيب له، اللي هو التيرن اوفر حقين التمريض والهيلث كير بروفايدر. ايضا برضو في حاجة نقطة مهمة، احنا نتكلم طبعا، احنا نتكلم لو راح المستشفى، ما نتكلم في الصحة، لا يعني لو راح للصحة نتكلم في المستشفيات مثلا، برضو ممكن لو يخرج ممكن انه يدخل في مشكلة ويطلع مشكلة. لا تنسون ان المستشفى سورس للانفكشن. صحيح، أهمية الصحة العامة تدرس، ونجاحات الصحة العامة تدرس ولا تختزل، لا في محاضرة ولا محاضرتين. زي ما قلت لكم الصحة العامة تدرس دبلوم وبكالوريوس ماجستير ودكتوراه، غير الدورات وغير المحاضرات وغير الملتقيات وغير وغير. فأنا جبت لكم تقريبا اختصار، يعني على قولتهم الزبدة. الصحة العامة تساعد بعد الله سبحانه وتعالى على إطالة العمر الناس، لأن لما أنت تعمل بريفنتيف مشر، وقاية مو وقاية، هذا الشخص لما الواحد تكتشف فيه مرض، يكتشف المرض يعني في وقت معين، سواء تكلم عن أمراض مزمنة، ضغط السكر، يعرف كيف يسوي كنترول، يسوي أدابتيشن، يسوي تكيف عفوا مع الحالة. هذا يساعد أن إيش إطالة عمره بعد الله، كل يعني بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا برضو لا ننسى المضاعفات، اللي هي المضاعفات الخاصة بال يعني بالمرض، يعني مثلا زي عندكم السكر، القدم السكرية وهكذا. فهي تساعد من فيها وقاية، تكتشف المرض قبل حدوثه، وحتى إذا حدث المرض تقيه من إيش؟ من المضاعفات. النقطة الثانية، البرامج الصحية الصحة العامة قائمة على إيش؟ على الوقاية، يعني
اللي زي ما قلتوها في بعضهم قال اللي هي أقل تكلفة وما أقل تكلفة وأقل جهد في الصحة العامة، برامج الوقاية من الأمراض بدل من علاجها. شوف لما يصير في علاج كم راح تتكلف الوقت الجهد، ممكن يدخل المريض بمشكلة ويطلع بمشكلة ثانية، غير اللي قال اللي هو اقتصاد الدولة لكن ممكن هذا يكون المريض ممكن يكون موظف، ممكن برضو يعني contributing أو مشاركته في العمل برضو بعد مهمة. ممكن يعني احنا نتكلم عن الشخص، نتكلم على مقاس أكبر أو نتكلم على أعداد أكبر، حيصير في عبء حتى على مستوى الاقتصاد. طيب في هنا حاجة مرة ما تخلو من يعني الصحة العامة دائما تركز عليها، اللي هي معدل اللي هو اللايف اكسبكتنسي. طيب بس أنا بس أوريكم كيف إنه الصحة العامة ساعدت. طبعا هذا شو اسمه الجراف يشرح لكم يثبت لكم الكلام اللي أنا قلته بالنسبة لإطالة العمر اللي قبل شوي. طيب شوف إنه ما تذكرون لما قلت لكم إن أول كان اللي هو الليدنج كوز أو المسبب للوفيات كانت الأمراض الغير معدية، عفوا الأمراض المعدية، بعدين صارت الحين الأمراض المعدية، بعد مع دراسة الريسك فاكتورز صار في تحكم أكثر، فصار اللي هو معدل اللي هو متوسط الحياة الفرد الكحلي عندكم على جلوبال على مستوى العالم، الأورنج هذا على مستوى أفريقيا والآسيا اللي هو الأورنج الفاتح، يوروب اللي هو الأخضر، والعنابي اللي هو اللاتين، والأمريكان اللي هو البيبي بلو. هذا هنا عشان بس أعلمكم، خلينا مثلا ناخذ على مستوى العالم، ناخذ في 1950-60 كم كان على مستوى العالم الكحلي؟ كان متوسط العمر الشخص يعني كان يعيش 50 سنة. شوف الآن لما مثلا ودي أتكلم مثلا خدت تقول عن 2020 وين وصل؟ تقريبا صار متوسط العمر الشخص 70 سنة. فهمت قصدي؟ شوفوا سابقا كيف، شوفوا مع الوقت مع الاكتشاف ومع الوقاية كيف صار فيه الصحة العامة ساعدت أنها رفع هذا الشيء. وضحت الفكرة؟ وضحت. أيوة نعم، لأنه لما أنك تعرف وش المسبب المرض وتتحكم في الريسك فاكتورز ويصير فيه وعي ويصير فيه جهد ويصير فيه التزام من الأشخاص، أكيد طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا برضه نتعامل مع أمراض. طيب النقطة الثالثة اللي تعمل الصحة العامة لا توفير فرص صحية متساوية للجميع، الصحة حق مشروع للجميع. طيب يتم التعامل مع أطفال ونساء ورجال من جميع الأعمار على قدم المساواة في إطار برامج الصحة العامة والتي تساعد في تحسين صحة حالة المجتمع بأسرته. أرجع وأقول أنت قاعد تتعامل مع مجتمع، ما تتعامل مع فرد، صحتهم كلها مرتبطة أسرة، فرد، أسرة، حي، مجتمع، وطن. أبحاث الصحة العامة طبعا يعني سابقا كانت الصحة العامة الأبحاث كانت يعني قليلة، الحين ما شاء الله صارت الصحة أتكلم حتى على مستوى أتكلم على مستوى السعودية، صراحة كانت عندنا أبحاث، الآن ما شاء الله تبارك الله في كل مكان فيه يعني تصدرت مواضيع كبيرة أبحاث على الصحة العامة. فأبحاث الصحة العامة تساعد، يعني أنت غرضك من البحث أنك تطلع بريكومنديشن، تطلع بتوصيات، أجريت البحث الفلاني
الأبحاث ترى ساهمت وساعدت إنها تغير جايد لاينز وتغير قوانين وتغير تشريعات، لأن صناع القرار يستندون على الأبحاث أو يستندون على أشياء يعني ساينتيفيك أو أشياء يعني علمية، أشياء مدروسة، أشياء مثبتة. فهي ساعدت في الأبحاث في الصحة العامة، استهدفت أكبر مشاكل الرعاية الصحية المجتمعية، وساهمت إنها إيش مع الأبحاث كل شوي طالعة في مثلا في توصية مثلا معينة، أجرت البحث سواء أدوية، سواء إجراءات، سواء لايف ستايل، سواء ما الأبحاث حقت الصحة العامة أو الخاصة بالصحة العامة ساعدت وساهمت إنها تطور من صحة المجتمع بناء على معطيات أو بناء على التوصيات أو الأوتكم اللي خارجة من الأبحاث. الصحة العامة خلقت وعي في المجتمع حول فوائد البقاء في صحة جيدة، لأن من خلال البرامج التعليمية والثقافية والتوعية، سواء نتكلم عن التوعية سواء عن طريق المراكز الصحية، سواء عن طريق البرامج على مستوى مثلا المناطق، سواء على مستوى مثلا الوزارات، ساهمت مساهمة كبيرة في الحفاظ على صحة المجتمع من خلال اللي هي البرامج التعليمية، البرامج الصحية، البرامج الوقائية، الحملات الوطنية، الكامبين، كل هذه كلها ساهمت الصحة العامة فيها. الصحة العامة برضو يعني من الأشياء اللي ساعدت فيها خفضت معدل الوفيات، سواء مثلا عندكم مثلا هنا كانت مثلا انخفاض نحو 2 مليون خلال العقد الماضي، من 77 حالة لكل 1000 مولود عام 2000 نزل الرقم هذا ل 62. يمكن 77 62 يعني بالنسبة للي مو مختص في المؤشرات يقول عادي، لا 0.5 في المؤشرات أو في الأرقام ترى تفرق. طيب طبعا احنا تكلمنا في البدايات وقلنا ان من ضمن اللايف ستايل، طبعا هتكلم عن بعض الدول، اتكلم طب الصحة العامة ترى نتكلم عن الإسهامات طبعا بصفة عامة، ان ساهمت في تحسين مثلا اللي هو الصرف الصحي، بتحسين اللي هي النظافة الصحية، بتغطية المياه والصرف الصحي، تعزيز السلوكيات خصوصا بالدول النامية، بالدول الفقيرة. في دول احنا عارفين طبعا في دول يعني الوصول للمويه صعب عندهم خصوصا في الدول الفقيرة، الصحة العامة ساعدت، وحتى يمكن حتى مو الوصول، حتى ثقافة يعني ثقافة تعزيز السلوكيات الصحية، غسل اليدين، النظافة الشخصية تعززت بفضل الله من فضل الصحة العامة. قوانين التدخين نشوف يعني حتى شوف نتذكر السعودية لما سوت حملة، وزير الصحة سابقا لما بدأ بحملة وفي برامج، وزي ما قلت لكم العيادات ساهمت كثير ناس خصوصا مع انتشار الأمراض وعند السرطان كذا، والناس صار عندها وعي. هذا كله أيضا يعتبر من الإسهامات اللي هي الصحة العامة، السيفتي، الوقاية. الحوادث المرورية عندنا في السعودية عددها يعني لسه، ولكن مقارنة بالسنوات السابقة قل العدد. ليش؟ بسبب اللي هي الاشتراطات، بسبب المخالفات، بسبب القوانين، بسبب توعية الصحة العامة. وأرجع وأقول لكم أن هذه ما كان بس جهد الصحة العامة، بس كانت الصحة العامة هي